وعن البعد الاقتصادي لزيارة نجيب ميقاتي نفتح نافذة مع الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مصطفى، بعد التحية، إلى أي مدى تسهم هذه التوجيهات الرئاسية بإمداد لبنان بالطاقة لحل أزمة انقطاع الكهرباء وأيضا الأدوية إلى استقرار الداخل اللبناني وتحسين الأوضاع؟ مساء الخير لحضراتكم. خلينا نقول طبعا لبنان في أزمة اقتصادية طاحنة، وهذا طبعا ليس من الآن أو في العام الحالي أو العام الماضي، لا، هي طبعا لسنوات ماضية كثيرة، وللأسف تعقدات وتشابكات الوضع السياسي مؤثرة تأثير كبير جدا على الوضع الاقتصادي. مصر طبعا بتساند لبنان، دولة عربية شقيقة، مساندة كبيرة جدا، وطبعا خلينا نقول ليس برضو من الآن، لا، منذ سنوات. ولكن الوضع الراهن في أزمة طاحنة في قطاع الطاقة اللي هو بيبنى عليه العديد من الاستثمارات والشركات وحتى محطات الكهرباء. للأسف كلنا شفنا هذا الأمر. يعني تم استنفاذ الغاز منها فتعطلت تعطل كبير جدا، وامتداد الغاز ما وصلتش منذ فترات للأسف نظرا للضائقة المالية اللي بتمر بيها لبنان، فطبعا قطعت الكهرباء عن كثير من المدن اللبنانية، حتى يعني كثير من الوقت كان بتأثير على المستشفيات وعلى المصانع وعلى المخابز وما شابه لذلك. علشان كده كان مصر مدت يد العون سريعة بمد أنبوب للغاز للشقيقة لبنان بزيادة الاستثمار علشان يضخ الغاز تقدر تعيد تاني تشغيل الحياة داخل لبنان. هذا أمر. الأمر الآخر طبعا إعادة ربط الخط الكهربائي. يمكن ناخد من كلام الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة إن في زي ما بيسموه إسراع في عملية التوصل لحلحلة الأمر، لأن طبعا في تعاقدات وفي اشتباكات مالية لازم تكون، يعني زي ما بيكون في تصور للوضع اللي هيكون عليه الوضع اللبناني مع الوضع المصري والتعاون في هذه الأمور. هذا الأمر للأسف مؤثر تأثير كبير جدا على المجتمع اللبناني اللي هو لا حول له ولا قوة في النزاعات، زي ما تفضل الدكتور سابقا في الحديث، التشابكات اللي هي والطوائف ما بينها وبينهم ببعضهم. أعتقد النهاردة إن شاء الله ممكن تحلحل هذه المشكلة ونكون تجاوزنا التحديات بمساندة الدولة المصرية الشقيقة لبنان بتواصل. دكتور مصطفى، إذا أردنا الحديث عن التبادل التجاري بين مصر ولبنان، كيف يمكن زيادته وما هي أهم المجالات التي يمكن التركيز عليها في التبادل التجاري بين البلدين؟ خلينا نقول طبعا الحمد لله احنا في استثمارات من لبنان، هم طبعا بيخرجوا اشقائنا من لبنان بيدوروا على وطن يعني يكون حاضن لهم، فكانت مصر دائما هي البيت العربي الكبير لكل اشقائنا العرب. في عندنا 1300 شركه لبنانيه موجوده في السوق المصري، مصر بتحتضنهم بكل ترحاب وبتفتح فرص عمل للبنانيين وللمصريين. في فرص استثماريه كثيره جدا في حجم التبادل التجاري عن اثر تبادل المحاصيل الزراعيه، وايضا كمان الكثير من المعادن والصناعات التحويليه. في مسانده خلينا نقول ان مصر قامت بيها وعملت جسر جوي لما كان في مرفق بيروت وحصلت المشكله الكبيره. اعتقد الصناعات ممكن تمتد اكثر للتشغيل ما بيننا وما بين الدولتين، ده هيكون له اثر كبير جدا في زياده التبادل التجاري. نعم، بشكر وجود حضرتك معنا دكتور مصطفى بدرة، استاذ التمويل والاستثمار، كنت معنا هاتفيا.